السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج الاكسل بالنسبة لي يعتبر أهم برنامج، يعني لو انت سألت أحسن برنامج للمحاسبين هو الاكسل، حتى المحامين الاكسل، المهندسين الاكسل، الدكاترة الاكسل. برنامج خطير جدا يعني، وبينظم لك البيانات والداتا اللي موجودة عندك، لكن عشان تستخدمه بتحتاج ان انت تحفظ فورمولا كتيرة، وكل واحد بيبقى متخصص في حاجات. دلوقتي أصبح فيه مواقع كتيرة بالذكاء الاصطناعي تقدر انها تكتبها لك جاهز، يعني انت تكتب لها كانك بتكتب شات جي بي تي. يعني ممكن اوفر وقت واروح داخل على شات جي بي تي واقول له انا عايز داله تعمل كذا 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 كذا، او استخدم الاداه ديت واكتب له كده انا عايز اعمل كذا كذا، فهو يحولها لك لكود الاكسل يقدر ان هو يفهمه. يعني تقول له مثلا ايه، اجمع لي بيانات الموظفين وقسمهم لي على عدد ايام السنه، فيروحوا اعملهم لك. ممكن تقول له مثلا ايه، اعمل، يعني انت بتكتب كانك بتكتب لواحد صاحبك، او بتقول لواحد اعمل لي كود اللي يعمل لك كذا، فهو اوتوماتيك بيعمله لك. والميزه ان هو في الاكسل وجوجل شيت تقدر تختار، وبعد كده تقول له اجمع لي الكولوم او العمود A و B واكتب لي كلمه كذا جنبيهم، فهو يكتب لك الكود بالشكل دوت، سم اف ومن B ل B وماركتنج A ل A وهكذا. فبتلاقي الموضوع بيبقى سهل جدا معاك، وفي دوائر كتيره جدا، تقريبا كل الدوائر. ميزه الذكاء الاصطناعي ان هو حتى لو انت طلبت منه حاجه هو مش مبرمج عليها، هو بيبدا ان هو يتعلمها ويبدا ان هو يعملها لك. طيب خلينا ندوس باك. طبعا موجوده الادنس، يعني مش لازم تخش على الموقع دوت، لا انت ممكن تسطبها في قلب الاكسل اللي عندك. تمام، تبدا ان انت تبقى موجوده معاك وتبدا ان انت تشتغل بيها عادي بدون اي مشاكل خالص. ممكن تسطبها على جوجل شيت او تسطبها على الاكسل، وساعتها هتلاقي امكانيه كبيره جدا في ان انت تستفاد من المهارات اللي موجوده في الذكاء الاصطناعي مع الاكسل. ممكن تقول له اكتب لي، يعني انت مش هتعمل بقى كود وتشوف ده بيساوي كام، قول له اكتب لي الرقم دوت بالكيلومتر، فهو يروح كاتبهم لك على طول. حول لي من وحده قياس كذا لوحده قياس كذا، اهو يبدا ان هو يكتبها لك، فمش محتاج. اما هنا مثلا قال له ايه، كتب له الدوله والعاصمه، وقال له بقى اكتب لي العواصم كلها بتاعت البلاد كلها، هو يدخل بقى على النت ويبدا يشوف كل دوله العاصمه بتاعتها ايه ويروح كاتبهم لك كلهم. فقوه رهيبه جدا لما تدمج الذكاء الاصطناعي مع القوه بتاعت الاكسل او جوجل شيت. قول له مثلا عايزه على الاكسل يبدا يسطبه لك، او على جوجل شيت يبدا ان هو اي سطبولك. ليك ان انت تجربه ببلاش، او ممكن تعالى نشوف السعر بتاعه البرايسنج الفري. ليك تقريبا 5 معادلات كل شهر و10 داتا اناليسيس مسج في الشهر، اللي هو بفلوس $7 في الشهر، يعني 84 في السنة، بس ساعتها بقى هيبقى انليمتد. انليمتد حقيقي يعني.